يا جماعة، علي هو ولي الله، علي في الجنة، علي زوجته حماتهن سيدات نساء أهل الجنة، علي هو أبو سيدة شباب أهل الجنة، علي هو صهر النبي، علي هو ابن عم النبي، علي اللي الله والرسول يحبوه، هذا في البخاري، علي اللي في صحيح مسلم النبي عهد إليه أنه لا يحب علي إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، علي اللي النبي قال عنه أنت مني وأنا منك، علي اللي النبي قال عنه من كنت مولاه فعلي مولاه، علي اللي النبي قال عنه من سب عليا فقد سبني، علي اللي النبي قال عنه من آذى عليا فقد آذاني، علي اللي النبي قال عنه في البخاري ومسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وإذا في أسد على الأرض هو علي يلي قال عن نفسه أنا الذي سمتني أمي حيدرها. إذا في قاضي على الأرض هو علي، عمر قال عنه أقضانا علي، علي هو من آل البيت. في صحيح مسلم النبي ذكرنا بآل البيت قال أذكركم الله في أهل بيتي، علي هو من آل البيت يلي الله قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. في كل صلاة نصلي على محمد وآل محمد، فاللهم صل على محمد وآل محمد.